أسفرت جلسات مؤتمر التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان الذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة على مشاركة عربية واسعة، حيث أتيحت الفرصة لعرض ومناقشة 89 بحثا وورقة عمل، وشارك في فعالياته أكثر من 126 باحثا وباحثة من 19 دولة عربية وإفريقية. طبعا مصر معروفة بأن مهد الحضارة وبأنه دائما النشاطات الثقافية هي بتطلع من مصر، فنحن كثير كان شرف لنا نشارك كلبنانيين كباحثين لبنانيين بمؤتمر دولي بغاية الأهمية، خاصة وأنه موضوع المؤتمر بعتقد عم بشكل إشكالية معاصرة وكثير مهمة، لأنه متعلق بالتنمية والثقافة وبناء الإنسان، لا سيما أنه البعد الثقافي للتنمية هو بعد تم إهماله لسنوات طويلة، فالتركيز عليه بهذا المؤتمر هو كان كتير مهم، وهذا يمكن يلي خلى عدد كبير جدا من الباحثين يتقدم على هالمؤتمر، وكان عنا الحظ انه يتم اختيارنا من لبنان. هو بما اننا عم نقول تنميه ثقافيه مستدامه، يعني عم نحكي عن نطاق الثقافه اللي هو بيشمل الكتابه والادب والسينما والمسرح وجميع الفنون الثقافيه اللي تساعد بتنميه هيدي التنميه المستدامه او تحقيق اهداف التنميه المستدامه لل 2030 مثل ما قررتها الامم المتحده باجتماع بال 2015. فكروائية أو إعلامية أو بأي صفة معينة من صفات المجتمع الثقافي أشعر أنه أحمل مسؤولية أنه يكون عضو فاعل بهالتطوير التنمية المستدامة عامة منها بكل فروع من التعليم إلى محاربة الفقر، محاربة الأمية. جد سعيدة أني أشارك غماة المثقفين العرب والدوليين في مصر أم الدنيا، سعيدة جدا. الورقة البحثية التي سأشارك فيها كوني فاعلة في الإعلامية وفاعلة في المجال الثقافي هي دور الثقافة، دور الإعلام في بناء في الثقافة وبناء الإنسان وتنمية الإنسان. فالإعلام دور الإعلام سيف ذو حدين، يعني يا إما يكون في خدمة الثقافة يا إما يكون نوع من الأنواع التسهيل اللي نرى الآن في البرامج الترفيهية، حيث بدأنا نستغني شيئا فشيئا عن لغة الضاد مثلا. غطت جلسات المؤتمر العديد من القضايا المتعلقة بمفاهيم التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان وجدليات العلاقة بين الثقافة والتنمية وحدودها، وكذلك قضية التعليم في الأقطار العربية والإفريقية بصفة خاصة. أكيد مهمة كتير، مهمة لنا ومهمة لكل المشاركين، لأنه هيدي بتجمع جميع الدول العربية اللي عم بيعانوا بالنهاية كلهم من مشكلة واحدة، لأنه بالنهاية نحن مهما اختلفنا كشعوب ولكن نحن متشابهين كعرب. أتمنى ونحن يعني نطوي صفحة من صفحات عدم الاستقرار وننطلق إلى صفحة جديدة في تاريخنا الممتد عبر 5000 عام، أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر مفصلي ومؤتمر تحول إلى الانتباه لأهمية الثقافة وأهمية التنمية الثقافية وأهمية تنمية الإنسان ثقافيا، لكي يكون حاضرا ومعززا لخطط التنمية، لأن خطط التنمية من قبل اعتمدت على النواحي المادية وأهملت النواحي الثقافية، وهذا أضر بالإنسان وأضر بخطط التنمية ذاتها. كما خصصت جلسات حول إشكاليات علاقة الثقافة بالتنمية ودور المجتمع المدني في تطوير الثقافة المعززة للتنمية وثقافة الطفل وأبعاد الهوية، كما أثيرت مناقشات جادة حول مفهوم بناء الإنسان بأبعاده المختلفة والتحديات الاجتماعية والثقافية والسياسية المرتبطة به. بناء الإنسان هو قضية كل العصور. مؤتمر التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان مؤتمر دولي هام يقام على مدار 3 أيام بالمجلس الأعلى للثقافة، يشارك به مصريون وأجانب، مناقشات ولقاءات وأبحاث، والهدف هو الخروج برؤى مختلفة ومبدعة ومتنوعة حول قضايا التنمية الثقافية والوطن. فلا ثقافة حقيقية بلا تنمية، ولا تنمية حقيقية دون النظر للإنسان وثقافته وحرية تعبيره.
من دار الأوبرا المصرية، فريد إدوار، سي تي في.